شكرا انك جيتي. انا اللي بدي اشكرك. تعرفي رح ذوقك اليوم اطيب سمك بتاكليه بعمرك؟ رح نتعشى على اليخت؟ شبك؟ ما حبيتي الفكره؟ بلا حبيتها، حبيتها كثير كمان لاني ما عملتها من قبل. بوعدك من اليوم ورايح كل شيء حيكون جديد. يلا تعي خلينا نحل سوء التفاهم اللي صار قبل ما يصير السمك. يلا. صدقني انا فهمانه شو وجهه نظرك بهالقصه هي. شو المشكله لكن حياه؟ حاسس كانه عندك شي خايفه منه او خايفه تقولي؟ لانه شفت بعيوني شو كان يصير، قديش الصحافه كانت ملاحقتك والمصورين والمايكروفونات. انا مالي متعوده على هيك ابدا. معك حق حياه، بصراحه انا ما فكرت هيك وما بحب هالشي، وبعرف انه الوضع صعب وبعتذر لاني فهمتك غلط. الحقيقه هي كانت بتسلي طبعا لو ما كنت اخذت جد كل هالقد. معناتها بصحة اول خناقة وبصحة اول عشاء لقلنا انا وياك. ما تردي. في شغلة لازم تفهمها، ما لازم يرد على التليفون بعد أول عشاء وأول مصالحة. يبدو تليفون مهم. صح، في شيء مهم شكله. ممكن رد وأرجع لك فورا؟ خدي راحتك. أهلين أمي. رجعي على البيت فورا فورا. ليش؟ شو صاير؟ بس تصلي بنحكي. يلا رجعي. خير؟ في شي؟ مراد بصراحة أنا لازم أمشي فورا. لوين؟ لازم أمشي وبس، لأنه في مشكلة كبيرة. بتخص أبوكي؟ لا لا، حدا تاني، ما فيني اقول شي. شبك حياة؟ يعني معقولة بأول عشاء لقلنا تحملي حالك وتروحي؟ قولي لي شوفي. ما بقدر عن جد، أنا ما بقدر أشرح لك أي شي، لازم أمشي وبس، ما تسأل لو سمحت. طيب أمشي لوصلي. لا لا، مو مشكلة، برجع لحالي بعدين ببقى بحكي لك مراد. يلا انا بدي امشي. الله معك مراد بيك. صباح على خير. مع السلامه. شو بدك مرام؟ مراد امسك اعصابك، رح اقول لك خبريه عن حياه مهمه كثير، ما رح تصدق شو رح تسمع ابدا. مرام انا عندي حبيبه وصرت مرتبط هلا. بعرف، ما انا لهيك عم بتصل فيك. مرام ما عم تفهمي علي؟ انت اللي ما عم تفهم علي، عم اقول لك اني عرفت شيء ما بيتصدق عن حياه، وانا مصدومه بصراحه. ما بيهمني مرام، اي شيء بدك تقولي لي اياه عنه ما رح صدقه، عم تفهمي؟ ولو سمحتي لبقى تزعجيني مرام. بس الو، ليش هيك؟ Love done on the mind.